شباب عاملين ايه؟ انا عمر شريف فاشن ويدنج فوتوغرافر بيزد ان ايجيبت، بالعربي كده انا مصور فاشن والزفاف هي الترجمة الحرفية ليها. بقالي 3 سنين في التصوير. دي القناة بتاعتي الجديدة على اليوتيوب. دي هستفيدوا منها ازاي؟ ان انتوا هعمل behind the scenes، هتبقى اصور وانا بصور الفوتو ساشن عشان تتعلموا ازاي ممكن تصوروا في شغلكم في القدام ان شاء الله. وهعمل فيديوز للايديتنج بتاعتي، الايديتنج الصور بتاعتي، وهقول لكم ازاي تستخدموا اللايت روم والفوتوشوب عشان تعملوا اديت كويس للصور بس. وممكن تسألوني اي اسئلة على الفيديو وانا هجاوبكم ان شاء الله. هنزل كل يوم 3 أو 4 فيديو editing أو behind the scenes أو أي فيديو بشرح فيه حاجة عشان تستفيدوا منه. ممكن تعملوا من هنا سبسكرايب للشانل أو تعملوا لايك للفيديو من هنا. لو احتجتوا أي حاجة أنا ممكن تسألوني في كومنت وأنا هجاوب عليكم إن شاء الله. شكرا.